اللجنة المختلطة الإقليمية لمراقبة الأسعار وجودة المنتجات الغذائية تواصل بالفقيه بن صالح جولاتها الميدانية في الأسواق الرئيسية للخضر والفواكه، وذلك للوقوف على وضعية التموين ومراقبة جودة المنتجات المعروضة للبيع. من خلال المراقبة اللي تمت الأيام هذه، الأثمنة رجعت، والأثمنة رجعت لواحد النوع ديال الاستقرار، وبالنسبة للوفرة، الوفرة ديال المواد الغذائية كلها متواجدة وبكثرة. السوق ممول على صعيد الإقليم كامل، ممول بكافة المواد الغذائية الأساسية اللي تحتاجها الناس في رمضان المقبل. خرجات اللجنة لمراقبة الأسعار وجودة المنتجات الغذائية تندرج في إطار الجهود المبذولة الرامية إلى ضمان تتبع يومي لوضعية الأسواق المحلية في جميع نقاط البيع على مستوى الإقليم، بما في ذلك المناطق القروية، بغية وضع حد لارتفاع الأسعار والتدخلات غير القانونية من قبل الوسطاء وغيرها من الممارسات التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتضر بالتموين الجيد للأسواق. الخضر هبطت شويه، واحد النسبه اللي هي مزيانه ماشي، وباقى الحمد لله غادي تهبط. البطاطيس، الطماطم، الجزر، الكورجيت، يعني زعما كل شيء كاينه وفره، ومازال ان شاء الله غادي تكون من القدام ان شاء الله. اسواق اقليم الفقيه بن صالح حسب اللجنه تعرف وفره في التموين بالنسبه للمواد الاساسيه والمنتجات الغذائيه الاكثر استهلاكا، خاصه مع حلول شهر رمضان الابرك.